من له المصلحة أن يضعف الحشد الشعبي سوى الذين أسسوا تنظيم داعش وصفقوا لتنظيم داعش واحتضنوا تنظيم داعش. ولذلك علينا اليوم أن نبحث لما بعد هذه الضربات، لماذا بهذا التوقيت؟ نعم. وقد سبقتها تصريحات أمريكية أن هناك تجمعات لقرابة 18,000 داعشي ترغم الدخول إلى العراق أو في صحراء الأنبار. طيب. أو ما شاكل ذلك. طيب. وكما تعلم سيدي أن قبل كل معركة يخرج الطيران ليمشط المنطقة. نعم. فتتقدم القوات. قد يكون هذا الضربات الإسرائيلية والأمريكية هي تمهيدا لإنزال داعش مرة أخرى.